إذن توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب للصيدليات، التفاصيل مع نقيب الصيادلة جو سلوم. أهلا بك أستاذ جو. إذن دكتور، تمام. وجهت نداء إلى المعنيين أنه عن توقف شبه كامل للأدوية والحليب داخل الصيدليات مع ارتفاع الدولار. ما الذي يحصل تحديدا في القطاع الدوائي والصحي، وهل بالتالي أنتم ذاهبون إلى الإقفال حتما؟ بالفعل لارا، هنالك توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات. المشكلة ما جديدة، المشكلة قديمة متجددة. نحن نعرف أنه من فترة هنالك نقص في الأدوية في الصيدليات والحليب، وكذلك أدوية السرطان، وهنالك مسألة التهريب والدواء المهرب والدواء المزور. ولكن اليوم مع ارتفاع الملحوظ والسريع بسعر الدولار، صار هنالك توقف كامل عن تسليم الأدوية إلى الصيدليات، وبالتالي فراغ مخزون الصيدليات. من هلأ ليومين أكترية الصيدليات بيكون السوكة من الأدوية صار شبه فارغ، والشركات والمصانع هي في مأزق كبير، ما قادرة تسدد فواتيرها إلى الخارج، وبالتالي ما بقى عم تستلم أدوية، وهي بالتالي ما قادرة تسلم أدوية. العديد من المكاتب العلمية أقفلت، وعديد من الشركات ومصانع الأدوية والصيدليات مهددة بالإفلاس. موضوع الدواء ما بقى بده حل مؤقت، نحن عم نطالب بحل جذري. الحل الجذري يبدأ بانتظام العمل السياسي والتشريعي والدستوري والاقتصادي في البلاد، وصولا إلى وضع خطة دوائية سليمة بتأمن الدواء للمريض. ما لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية اليوم وانتظام العمل الدستوري وتثبيت سعر الصرف، الدواء لن يؤمن إلى الصيدليات، وبالتالي الصيدليات والشركات والمصانع متجهة إلى الإقفال القسري وإلى الإفلاس. دكتور، نحن كمان عم نحكي هون عن أدوية الأمراض المزمنة. نحن عم نحكي عن أدوية الأمراض المزمنة تحديداً، لأنه هي الأكثر الأدوية أكثر طلباً من المرضى والأكثر انقطاعاً. وأكيد نحن عن هنالك أدوية الأمراض السرطانية اللي هي غير موجودة أصلاً في الصيدليات، إنما بتعطى بالمستشفيات، صيدليات المستشفيات والكارانتينا، وتأمن لها 25 مليون دولار شهرياً. ولكن حتى ال 25 مليون دولار من حقوق السحب الخاص هي غير كافية، نحن بحاجة إلى أكثر من 60 مليون دولار شهريا لهذه الأدوية.